بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. ابتديت وإياكم في الأسبوع الماضي تأملنا في حياة الفرح ورسالة الفرح، رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل مدينة فيليبي، واتكلمت على أن مدينة فيليبي هي أول مدينة وكانت قرية تنال الإيمان بالمسيح، عشان كده كان لها معزة خاصة ولها محبة كبيرة في قلب القديس بولس الرسول. هو في السجن في روما عاصمة الإمبراطورية كتب رسائل، كتب 4 رسائل، رسالة أفسس ورسالة كولوسي ورسالة فيليبي ورسالة فيليمون. كل رسالة لها ظروفها، لكن رسالة فيليبي امتازت بحالة من حالات الفرح البالغ، وفي فيليبي دهيت اللي قابل بائعة الأرجوان اللي هي ليديا والعرافة، دول أول 2. وفي فيليبي لما زارها في مستهل كراستو اتسجن فيها، والسجان فيليبي عرف المسيح من خلال بولس الرسول اللي كان مسجون في سجن فيليبي هو وسيلة. الرسالة لها مشاعر كبيرة زي ما قلت لك المرة الفاتة، هي مشاعر إنسانية جميلة خالص. هاخد لك بعض مقتطفات من الإصحاح الأول. وفي ود بالغ ما بين بولس الرسول ما بين الخدمة اللي خدمها في فيليبي، وإنهم ابتدوا يشعروا بأنه في السجن فلازم يساعدوه، يبعتوا له عطايا مادية برغم انهم كانوا ناس متوسطي الحال، والعطية دي يبعتوها والخادم بتاعهم أبوفرودوتس. وفي ود بالغ، في حب بالغ، في نوع من التناغم الشديد ما بين الخادم والرعي. اسمع كده وياي في الإصحاح الأول، أنا قريت وياك الأسبوع اللي فات، هاخد مقتطفات كده اللي هي مسار تأملنا النهاردة. يقول كده: أذكركم أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي، مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح. يعني كل ما تيجي سيرتكم في الصلاة أبقى فرحان لسبب مشاركتكم في الإنجيل. طبعا مشاركتكم هم ساعدوه، قدموا له العطية اللي تساعده في خدمته وفي الإنجيل اللي هي مقصود بها خدمة الإنجيل. وعشان كده يقول: لأني حافظكم في قلبي وفي وثقي، يعني حطتكم جوايا في قلبي، وحتى السلاسل اللي هو مربوط بيها لأنه في السجن في وثقي، السلاسل دي برضو أنا فاكركم. يعني مش أنا عمال أتألم السلاسل وبس، لا، ده أنا فاكر خدمتكم وفاكر محبتكم وفاكر نموكم وتقدمكم، وده بيفرحني. اسمع كده يقول: أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. الخادم بيكلم المخدومين: أنتوا شركاء معي في هذه النعمة، نعمة الإيمان بالمسيح. وبعدين شو بقى الود: الله شاهد كيف أشتاق إلى جميعكم. الحقيقة هي عبارات حتى بتعلم الإنسان فينا إزاي يعبر عن مشاعره تجاه الآخرين اللي بيحبهم. كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح، وهذا أصليه، أنا صحيح بعيد عنكم وفي السجن، أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم. رائع القديس بولس ان محبتكم لبعض تزيد. هو الخادم بتاعكم بعيد في السجن، لكن انتوا محبتكم بشتاق ليكم لكل واحد، وانتوا شركائي في النعمة، والاشياء ده هو من الاعماق من الاحشاء. وبعدين يقول:
مملوئين في عدد 11 مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. يعني حياتكم كلها مليانة بالثمر بالصلوات، حياتكم فيها نعمة، حياتكم فيها محبة، فيها امتلاء، مش حياة جافة، مش قلب فاضي، مش حياة شكلية، مش من برة بس، لا، عايشين في هذه في هذا العمل. وبعدين نبتدي يطمنهم على نفسه، يقول لهم ايه؟ اريد ان تعلموا ايها الاخوة ان اموري قد آلت اكثر الى تقدم الانجيل، تقدم الخدمة. ويشرح ويقول ان في ناس مبسوطة وفي ناس مش مبسوطة، لكن في الاخر يقول حاجة جميلة قوي: ان كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا اختار؟ انا مش عارف انا اعيش هنا ولا اروح السماء. ويقول التعبير البليغ بتاعه، وده تعبير رائع، يقول كده: لي الحياة هي المسيح والموت هو، في عدد 21، لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. حياتك هنا على الأرض هي المسيح. يعني ايه هي المسيح؟ يعني مركز تفكيرك، مركز حياتك، مركز محبتك هو المسيح. كلنا عارفين الدايرة، نرسم دايرة ونعمل فيها نقطة في الوسط، نقطة المركز. لما بنيجي نرسم الدايرة عشان تطلع دايرة صح، نستخدم البرجل يرسم لنا دايرة صح. الدايرة مليانة بالنقاط، نقط كتيرة جدا بلا حصر، لكن أهم نقطة هي نقطة المركز، ميم، المسيح. ونقطة المركز دي هي اللي بتخلي الدايرة دايرة. عارف يعني ايه الكلام ده؟ يعني وجود المسيح في مركز حياتك يخلي حياتك منتظمة، لها شكل، لها كيان. طب لو مفيش الميم دي حياتك تبقى اي شكل، حتى في لغة الهندسة يقولك ده مش شكل هندسي، ده مش شكل هندسي. لي الحياة هي المسيح. مسيحك هو المركز، هو فكرك، هو قلبك، هو محبتك. احنا في مدايح كياك نقول: قلبي ولساني يسبحان الثالوثي. قلبي ولساني، كل كياني متركز. لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. عايز اقول لك حاجة، كل شهدائنا كانوا يصلوا بالآية دي: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. كل النساك كانوا بيصلوا بالآية دي: لي الحياة يبقى عايش في البرية وفي ضنك وفي نسك زائد، يقول لك لي الحياة هي المسيح، فرحان بالمسيح. ايه اللي عندك من قصص الآباء الجميلة؟ انه كانوا يعيشوا في البرية يكاد يكون مفيش في قلاليهم حاجة، فكان الراهب يقعد يعمل شغل اليد، يعمل يجدله الخوص وينزل يبيعه، ومن بيعه يعيش. فمرة راهب بعد ما نزل باعه رجع القلاية، لقى حرامية بيسرقوا المكان بتاعه، مكانه ما كانش فيه حاجة، فدخل لقى فيه طبق، فخد الطبق وطلع ورا الناس اللي سروا، قال لهم: نسيتوا الحاجة بتاعتكم، حتى الطبق اعتبروا انه مش بتاعه. عايز اقول لك كان فرحان. لي الحياة هي المسيح. من يعيش في القداسة يقول كده: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. من يعيش في مخافة الله: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ولي الحياة هي المسيح هو مركز الحياة، هو اللي بتفكر فيه كل يوم، هو اللي بيقود حياتك، هو اللي بتقول: ويا داود النبي جعلت الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني فلا أتزعزع. كل يوم هو فكرك، الفكر بتاعك، ووجود المسيح في حياتك، في فكرك، في قلبك، يجعلك تعيش في حكمة، لأن هتنال ما نسميه بمخافة الله. الله قدامك، وبما أنه قدامك
تكون حياتك كلها في هذه المخافة ورأس الحكمة مخافة الله. بنكمل ويا بعض في تسلسل الإصحاح. هو بيحتار بولس الرسول، بيقول يا ترى ايه احسن، اعيش في الارض ولا اروح السماء؟ هو قال كده، فماذا اختار؟ لست ادري. على العموم يا رب لو خلتني على الارض اخدمك، لو رحت على السماء هتمتع بالحياة وياك. عشان كده قال الآية الجميلة، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل دن. ولكن ان ابقى في الجسد ألزم من أجلكم، يعني عشان أخدمكم أبقى ملتزم بخدمتكم. ويقول كده، مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان لكي يزداد افتخاركم فيا. يعني أنا هفتخر بيكم إن أنا خدمتكم، وإنتوا هتفتخروا بيا إن أنا الخادم اللي خدمت فيك وياكم في المسيح يسوع بواسطة حضوري أيضا عندكم. وبعدين في نهاية الإصحاح ده يركز على الآية اللي كلمتك عليها الأسبوع اللي فات، فقط عيشوا كما يحق المسيح. لكن كمان بيضيف آية مهمة قوي اللي هي الآية بتاعة 29، ودي آية برضو في غاية الأهمية وتجاوب على أسئلة كتيرة. لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، ما خلاص دي الحياة هي المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط. يعني الإيمان ده عطية من الله يعطيها لي أنالها، لا أن تؤمنوا فقط بل أن تتألموا لأجله أيضا. يعني بقى في عطيتين مرتبطين ببعض، عطية الإيمان وعطية الألم. وده اللي بيجعل مسيحيتنا تنظر للألم وقضية الألم بنظرة إيجابية، بنظرة إيجابية. والنظرة الإيجابية ده هي أن الألم مرتبط بالإيمان والإيمان مرتبط بالألم. وده اللي بنشوفه في سير القديسين على اختلاف أنواعهم وفي كل الأجيال، في كل الأجيال. كلنا نتذكر في أجيال الشهادة زي شهداء ليبيا والشباب اللي كان متغرب، وازاي ان ايمانه قوي حتى لو كان في الم، حتى لو كنت افقد حياتي على الارض، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. انا قلت لك ايات كده مختارات محطات في الاصحاح، بس عايز اقف وياك عشان تاخدها كمبادئ للحياة. آية رقم 9 وآية 21 وآية 29 في الإصحاح ده، ثلاث آيات. أول آية يقول كده، هذا أصليه أن تزداد محبتكم أكثر فأكثر في المعرفة وكل فهم. يعني يا ترى بتصلي من أجل الآخرين تزداد محبة ربنا فيهم؟ يا ترى بتصلي من أجل أسرتك، زوجتك، زوجك، أولادكم، بناتكم، بتصلي من أجل محبة ربنا تزداد في قلوبهم؟ طب أصحابك، طب زمايلك، طب قريبك، بتصلي من ربنا أمام الله وتقول أن تزداد محبتكم؟ يعني تخيل كده لما الأب والأم يصلوا من أجل ولادهم ويقولوا يا رب زود محبتهم، تزداد أكثر فأكثر في المعرفة وكل وكل فهم صالح وفي كل عمل صالح. تصور كده اللي في الخدمة بتصلي من أجل الآباء اللي بيخدموا وياك إن تزداد المحبة في المعرفة وفي الفهم. بتصلي من أجل شعبك، من أجل الرعية، بتصلي من أجل كل أحد أن تزداد المحبة في قلوبكم. دي آية رقم 9. الآية 21 قلت لك عليها، لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. الآية 29، لأنه وهب هبة لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا
بل ايضا ان تتألموا لاجله. خد بالك هو في السجن. اوعى تفتكر ان بولس الرسول كان عايش في الخيال او عايش في رومانسية، لا، ده بولس الرسول كان عايش في ارض الواقع. ايمانه وصله لغاية السجن، لكن اعتبر ان الايمان هو الهبة والالم هو الهبة، لكن مع الايمان والالم يوجد الفرح للاتنين. وده بيخلي حياته ان هو صحيح في السجن، لكن هو عايش في روح الفرح الدائم فيه. طيب ايه التدريب اللي ممكن ناخده؟ هحط لك تدريب في 4 خطوات كده، حطهم قدامك. اول خطوة، احفظ ايمانك. احفظ ايمانك في قلبك، خلي ايمانك دايما حي، ايمان صاحي. طب نعرفه ازاي؟ بنخلي ايماننا كده محفوظ في قلبنا. الايمان مش عطية قديمة، الايمان عطية متجددة. اكتر حاجة تخلي ايمانك قوي سير القديسين، وانك تعيش تلتهب روحك بسير القديسين. احفظ ايمانك وخلي ايمانك فعال، وثق في ان يد الله تعمل. وما تنساش الوعد، الوعد الجميل اللي قدمهن في اخر انجيل معلمنا متى البشير: ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. انا معاكم كل يوم، النهاردة وبكرة وبعده، وكنت وياكم امبارح وقبله والاسبوع اللي قبله، وهكذا العمر كله. احفظ ايمانك، خلي ايمانك دائما قوي قوي. لما بتقف تصلي او بتقرأ نص في الانجيل او بتعيش او بتحفظ او بتقول مزمور كده، قول كل حاجة من قلبك. خلي قلبك عمران بالايمان، عمران بانه قلبك شايف ايد ربنا هي اللي بتشتغل في هذه الحياة، وهي اللي بتدبر كل شيء. نمرة 1. نمرة 2، قدم توبتك، وقدم توبتك بحسب المفهوم الكنيسة ومفهوم الارثوذكسي، هي نقاوة القلب. قدم توبتك، خليك عضو عامل وحلو. عايز اقول لكم على ملحوظة جميلة، لانه في اول الرسالة بيقول ايه: بولس وتيمساوس عبد يسوع المسيح الى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي، القديسين مع اساقفة وشمامسة. يعني الاول قال كده الى جميع القديسين، القديسين هم الشعب، مع جميع، الى جميع القديسين مع اساقفة وشمامسة اللي هم خدام هذا الشعب او هذه المدينة. قدم توبتك، حافظ على نقاوة قلبك، اهتم بالحكاية ده، هي ما تخليش قلبك فيه شوائب، فيه افكار. خلي توبتك دايما جوه الكنيسة وانت فرحان بالتوبة ده هي. وكلنا عارفين الآية الجميلة اللي بتخلي التوبة تحرك السماء: السماء تفرح بخاطي واحد يتوب اكتر من 99 بر لا يحتاجوا الى التوبة. انت محتاج للتوبة، كل واحد فينا محتاج للتوبة. اقف قدام ربنا وتعهد بنقاوة قلبك، وخلي توبتك دي توبة قانونية لما بتمارس سر الاعتراف وتنال الحل وتتقدم للأسرار المقدسة وتتناول وتعيش وتسمع كده أبونا هو بيقول في آخر القداس: يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. تنتقل حياتك وتصير حياة نقية وقلبك نقي. نمرة 2. نمرة 3، سلم فكرك، سلم فكرك للإنجيل. احنا في زمن غريب، لان الحقيقة العالم، الافكار والكلام والشبكة العنكبوتية اللي هي النت، الانترنت اللي موجود، والسوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا، الانسان بقى عقله مكتظ بالافكار وبالحكايات بالموضوعات بالاخبار.
طب ما تريح بالك، سلم فكرك للإنجيل، خلي إنجيلك هو اللي يقود الفكر بتاعك بالوصية. وما تنساش قلت لك الآية الوحيدة اللي فيها كلمة فقط، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، دي وصية، دي حياة لنا. بولس الرسول وهو في السجن ما كانش بيكتب عبارات بليغة أو إنشائية وبس، ده بولس الرسول كان بيقدم الخلاصة والخبرة الحياتية وخبرة الخدمة بتاعته، وبينصح ولاده في أهل فيليبي زي ما بينصحنا دلوقتي. فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح، سلم فكرك للإنجيل، خلي الإنجيل هو الذي يقودك. احنا في الكنيسة لما بنيجي نقرأ الإنجيل بنرفع البشارة ونحطها على رأسنا كده، دي العلامة، دي معناها ان فكري وعقلي يقوده الإنجيل، يقوده فكر الإنجيل. فكرك، حياتك اليومية ممسوح. ما تنساش التعبير الجميل، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. بنشتغل وبنجري على أكل عيشنا وبنعيش وبنتعب وبنبذل مجهود، كل ده جميل ورائع، لكن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. خلي كلمة الله التي تخرج من فمه تنتقل إليك فتتحول فيك إلى روح وحياة، روح وحياة. سلم فكرك للإنجيل، وخلي فكرك دايما فكر إنجيلي ينطق بالوصية. ده يقول لنا في العهد القديم الوصية اربطها على جبهتك واربطها على ايديك وعلمها لولاد، خليها قدامك باستمرار. خلي في البيت آيات متعلقة، خلي في أوض الأولاد والبنات آيات موجودة نطلع متعلمينها وحافظينها ونعيش بيها في حياتنا. التدريب الرابع، استثمر الفرصة. الفرصة، الحياة فرصة، الحياة فرصة، ما تخليش فرصة تضيع منك. ممكن يجي في ايدك كتاب حلو اقرأ فيه، تعلم منه. ممكن الفرصة ده هي تقعد قعدة روحية ويا اب كاهن او ويا خادم، او تقعدي ويا خادمة يقدم فكر روحي، او انك تحضر اجتماع من الاجتماعات. يعني احنا بنتمنى ان موضوع كورونا ده يبتدي يقل شوية بشوية كده، وتبتدي الحياة الطبيعية ترجع لكنايسنا ولبلادنا في كل شيء. استثمر الفرصة، استثمر الفرصة، فرصة، استثمر الفرصة في الخدمة. يجي لك وقت للخدمة، انك تروح تخدم في بعض البيوت المحتاجة، زي بيوت الأطفال، بيوت الضيافة الأطفال، أو بيوت المسنين، أو بيوت المعاقين. اخدم، اخدم، أو الذين في شدة أو في ضيقة. استثمر الفرصة، ما تضيعش من إيدك فرص كتيرة الله يرسلها ليك. يقول لك تعالى وياي زميل لك، يقول لك تعالى وياي نفتقد في المكان الفلاني، روح وياه وافتقد، خليها فرصة حلوة. تعال نزور البيت الفلاني ده، بيت أطفال صغيرين. استثمر الفرصة. المبادئ الأربعة والتدريب الأربعة دي حطهم جنب بعض. احفظ إيمانك في قلبك، قدم توبتك في كنيستك، سلم فكرك لإنجيلك، استثمر الفرصة لأنها عمرك. عيش في المنظومة ده، هي خليها دايما قدامك وانت بتتذوق حالة الفرح. وزي ما قلت لك الرسالة الجميلة ده هي رسالة عشان تجعل الانسان في حياة فرح دائم، مش مرتبط بالظروف اللي هو فيها. ما تنساش وبكررها كتير ان بولس الرسول كتبها هو في السجن، هو في الضيق، هو في العوز، وكتبها هو في ملء الفرح. اخر حاجة عايز اقولها لك، ان الكنيسة بتعلمنا في الحنة كلمة قللوا يا، وقللوا يا كلمة اللي هي نهلل الله او نفرح بالله. وانسان القللوا يا هو الانسان الفرحان، واحد فرحان، والفرح ده
مش بيبقى في قلبه بس، ده بيبقى في قلبه وفي يومه، ثم يستطيع أن ينقل هذا الفرح لآخرين. الشطارة إنك حالة الفرح ده هي ننقلها للي احنا عايشين وياهم، ويكون الإنسان وهو فرحان متهلل وعارف إن المسيح الذي يسكن فيه، ولسان حاله بيقول لي الحياة هي المسيح، حياتي هي المسيح. ربنا يبارك حياتنا جميعا ويعطينا حالة الفرح اللي بنعيشها في كل يوم ونتمتع. اقرأ الرسالة مرات ومرات، وكل مرة ستكتشف فيها جديد، وركز على مشاعر الفرح وليس كلمات الفرح. كلمات الفرح في الرسالة دي حوالي 10 مرات، 9 أو 10 مرات وبتتكرر، لكن انت وانت بتستخدم الرسالة احفظ منها عبارات. انصحك كمان انك تكتبها، اكتب الرسالة، بقولك دي 4 صفحات 4 إصحاحات قصيرة جدا، لكن اكتبها كأنك بولس الرسول بتكتب الرسالة الى اهل فيليبي. ربنا يكون وياكم ويعطيكم طاقة الفرح في حياتكم وفي حياتنا جميعا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.